كل بطل بدأ من حلم، وكل إنجاز بدأ بخطوة. في عام 1992 شهدت برشلونة ملحمة رياضية مغربية لن ينساها التاريخ. ثلاث أبطال، ثلاثة قصص ملهمة، وثلاث ميداليات تألقت على صدور رياضيين عرب أفارقة. خالد السكاح سيد المضمار وفاتح آفاق جديدة. تخيل نفسك تركض بسرعة الريح، تتحدى الزمن والمنافسين، وتحقق ما لم يحققه أحد من قبلك. هذا ما فعله خالد السكاح في سباق 10,000 متر. بقوة إرادته وسرعته الخارقة حطم السكاح كل الحواجز ليصبح أول عربي وإفريقي يفوز بذهبية هذا السباق الأسطوري. But I don't think Scar had a part in that. And I think Chelimo, if he'd attacked him a little earlier, beyond the... لحظة عبوره لخط النهاية لم تكن مجرد فوز، بل كانت إعلانا عن ميلاد أسطورة جديدة في عالم ألعاب القوى. But it was all very unfortunate. رشيد البصير قصة الإصرار المتوج بالفضة. في سباق 1500 متر كتب رشيد البصير فصلا جديدا في قصة الكفاح المغربي وسط منافسة شرسة وأمام أعين العالم. ركض البصير بقلب الأسد وعزيمة الرجال، كل خطوة كانت تحديا وكل نفس كان أملا، وفي النهاية خطف الفضة بفارق ضئيل مثبتا أن الإرادة المغربية لا تعرف المستحيل. محمد عشيق ضربة البطل في حلبة الملاكمة. حمل محمد عشيق راية المغرب عاليا في رياضة الملاكمة بقبضتيه القويتين وروحه القتالية. واجه عشيق أعتى الملاكمين في فئة 57 كيلوغراما. كل جولة كانت معركة وكل نزال كان تحديا، وفي النهاية ارتقى عشيق منصة التتويج حاملا البرونز ليثبت أن المغرب أرض الأبطال في كل الميادين. هؤلاء الأبطال الثلاثة لم يفوزوا بميدالية فحسب، بل صنعوا تاريخا والهموا أجيالا. قصصهم ليست مجرد سجلات رياضية فحسب، إنها دروس في الإصرار والتحدي والإيمان.